حياكم الله وتحية طيبة لكل متابعينا ومستمعينا عبر إذاعة الفرات وما تكونون، وأكيد تحية لكل متابعينا. اليوم نتحدث عن محور مهم جدا، ليس فقط محور إسلامي وإنما محور اجتماعي راح يكون عن الزهراء سلام الله عليها، فعظم الله لك ولنا ولكل متابعينا الأجر. حياكم الله أعزائي المشاهدين، أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد السيدة الزهراء عليها السلام سيدة نساء العالمين. هذه الشخصية العظيمة التي مهما تحدثنا عنها لا نوافيها حقها ولا استحقاقها، وبالتالي مثل هذه الشخصية تحتاج الكثير من الحلقات حتى نصل إلى سمو عطائها الأخلاقي والتربوي وما قدمت إلى الموروث العقائدي والديني بكل تأكيد. ممكن نتحدث عن هذه الشخصية بأكثر من جانب، لأكثر من موقف اليوم نحتاجها بحياتنا اليوم، وكذلك أن نسلط الضوء على هذه الظلانة التي وقعت على هذه السيدة عندما تقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. فالسلام على أمي أبيها، السلام على بضعة النبي الأكرم، السلام على روح النبي الزهراء بنت محمد. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد مشاهدة هذا الفاصل. عظم الله لنا ولكم الأجر مرة أخرى، والحديث عن السيدة الزهراء عليه السلام أم أبيها وما قدمت من الموروث العقائدي بكل تأكيد. عندما نتحدث عن فقد السيدة الزهراء عليه السلام واستشهادها، ممكن نمر على حال أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه عندما انكسر هذه الكسرة، وهو هذا الفارس المقدام الذي ممكن أتعب الفرسان في الحروب، لكن عندما افتقد السيدة الزهراء كان منكسرا عندما يقول: أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، فلا بد من موت ولا بد من بلاء، وإن بقائي بعدكم لقليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. أحسنت. إذا للحديث أكثر عن الزهراء سلام الله عليها، نرحب بالسيد علي الجابري حياكم الله، وعظم الله لنا ولكم الأجر. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد المصطفى الأمين، وعلى أهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأعزة، فالعزاء لصاحب العصر والزمان في هذه المصيبة العظمى، وكذلك لمراجع الإسلام الكرام وللأمة الإسلامية جمعاء. الزهراء روحي فداها، هي حبيبة أبيها، وهي العالمة المعصومة المفترضة الطاعة، وقد رحلت عن هذه الدنيا في ريعان شبابها. الزهراء عليها السلام إنما تحملت هذه الأعباء الكثيرة وهذه المحن، بحيث يصل الأمر مما ينقل من الفريقين أن النبي صلى الله عليه وآله أسرها مرة فبكت، وأسرها ثانية فتبسمت. الأولى يحكي ذلك زوج النبي عائشة، بعد ذاك يحكي أن البكاء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنت أول اللاحقين بي. والأمر الآخر، الأمر الأول قال: إني مفارقكم عما قريب، فبكت قالت: واضيعتنا بعدك يا رسول الله. والأمر الثاني قال: أنت أول اللاحقين بي، فتبسمت. أي إنسان في هذا الكون يتبسم إذا علم بموته؟ إلا عند يقين، إلا عند يقين. وطبعا هذه هي النفس المطمئنة، وهي أرقى درجات النفس. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي راضية بما غفر الله لها من ذنوب،
رغم أن الزهراء ليس لها ذنب، نفس هي الطهر ما همت لموبقة وليس تعرف كيف الذنب يرتكب. والأمر الثاني ما أعد الله من نعم لها يوم القيامة. أحسنتم سماحة السيد. إحنا إذا نتحدث ممكن وصولا إلى المحن ممكن بنهاية حديثنا الآن، إذا نتحدث عن شخصية السيدة الزهراء عليه السلام في البداية، اليوم ممكن بصغر سنها عندما تكنى بأم أبيها لها مدلولات ممكن كثيرة، ما هي أهم المدلولات على هذا اللقب أو هذا الاسم؟ أهم المدلولات والأول الذي يطفو على السطح هو أن الذرية الصالحة من عندها، يعني الحسن والحسين من صلب الزهراء، ولذلك القرآن الكريم يقول إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر ممكن يكون البحر الوافر، الماء الكثير، الخير الوفير، نهر في الجنة ممكن، لكن هذا لا يتلائم مع ذيل الآية أو نهاية الآية إن شانئك هو الأبتر. فالنبي صلى الله عليه وآله حصر نسله من الزهراء من الحسنين عليهما السلام وهما سيدا شباب أهل الجنة، هذا جانب. وجانب آخر مثلا لرقتها، لاهتمامها برسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا المقام مقام الأم. دائما الأم هي الحنون، هي التي تقوم بالعاطف بالإحساس بالتربية الصالحة للأولاد، كأنها أم أبيها في هذا الجانب، وكانت تقف إلى جانب رسول الله في كل صغيرة وفي كل كبيرة، حتى أنها مجلت يداها من كثرة مسك الرحى، وبان ذلك في كتفها من حمل السقة، وشكت ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وآله بأن يهب لها خادمة، والخادم في اللغة للجنسين للذكر وللأنثى، وكذلك النصوح وكذلك العقور وإلى آخره، فهذه معناها هي تريد خادمة، فعلمها تسبيح الزهراء وهو أفضل من الدنيا وما فيها، تحملت. أو ذات يوم جاء أمير المؤمنين عليه السلام ببعض ما اغتنمه من الحرب، وجاء بستر، سابقا ما كان أكو باب إلى الدار، فأرادت بهذا الستر أن تغطي الباب ولها سوار آخر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله فتأذى عندما رأى هذا، وكأن هذا هو مكان الملوك ومكان الجبابرة وكذا، فسلمان المحمدي إلى جنبه ونقل ذلك إلى الزهراء، فأخذتهما وعطتهم إلى سلمان، وابتاع ذلك وتصدق به إلى الفقراء، وجاء إلى النبي حكى لها قال فعلتها بنت أبيها. إذن اليوم عندما نريد أن نتحدث عن الزهراء سلام الله عليها نتحدث ليس تاريخيا وإنما عملية تطبيقية اجتماعية. الزهراء سلام الله عليها لم تكن فقط لزمانها وإنما هي لكل الأزمان ولكل المجتمعات، ليست فقط للنساء وإنما حتى للرجال، وبالتالي عملية تطبيق ما جاءت به الزهراء سلام الله عليها في خطبتها في كلامها بتعاملها إن كانت عند أبيها أو إن كانت عند زوجها، كيف من الممكن عملية تطبيق هذه الأمور؟ هل هي هنالك جوانب صعبة وجوانب سهلة، أم هي كلها أمور ممكن تطبيقها لكن لا نصل إلى درجة الزهراء سلام الله عليها؟ هذا بالتأكيد سؤال جدا لطيف وسؤال ذكي وسؤال نحتاجه في وقتنا الحاضر. أهل البيت عليهم السلام وهم الامتداد الطبيعي للنبوة، أهل البيت عليهم السلام كل حركة فيهم وكل إشارة وكل عمل إنما يكون إلى الأجيال اللاحقة، يعني نفس الجيل اللي هم عاشوا به والأجيال اللاحقة وإلى يوم قيام الساعة، فهم يعني كلامهم حجة وفعلهم حجة وتقريرهم حجة. الزهراء روحي فداها كانت نموذج الأمرأة المتكاملة في الكون، وقد بينت ذلك ولله الحمد في أحد مؤلفاتي، وأخذت 13 شخصية نسائية أولهم الزهراء عليه السلام في كتاب نساء خالدات أو النساء الخالدات، والكتاب الآخر في كشف الحقائق. الزهراء روحي فداها كانت
ولادتها كانت ولادتها في 20 من شهر جماد الآخرة سنة 5 بعد البعثة النبوية الشريفة على أرجح الأقوال. وعمرها عندما تزوجت أمير المؤمنين 10 سنوات، وعندما فارقت الدنيا 18 سنة. فكل الأخبار والروايات الأخرى من الجانب الآخر التي تكون أنه ولادتها قبل هذا تريد أن تطفئ أمرا أراده الله سبحانه وتعالى، وهو أن الزهراء عليه السلام هي حورية إنسية، حورية إنسية، وهذا بروايات من الفريقين، من الفريقين، ولكن باختلاف المفردات. تارة تكون تمرة من شجرة طوبة، تارة تكون تفاحة. فهذه وين في الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج بعد 3 سنوات من المبعث، هذا يتلائم مع عمر الزهراء عليه السلام. ولذلك ورد من الفريق الأول أن زوج النبي عائشة تأتي فتقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: ما لي أراك كلما أتيت من سفر قبلت الزهراء وكأنك التقمتها. قالت: لما أسري بي، والخبر طويل أخذ منه محل الشاهد، فقال: أني أشتاق إلى رائحة الجنة عندما أتي إلى الزهراء. فالزهراء هي حورية إنسية، هاي أولا. ثم أن الزهراء عليه السلام هي تملك الولاية التكوينية، الولاية التكوينية باعتبار عاصف ابن برخي وزير سليمان عنده علم من الكتاب، أتى بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك، هكذا يقول القرآن. كيف بأمير المؤمنين وهو عنده علم الكتاب، وكيف بالزهراء، وكيف بالزهراء التي تحملت ما تحملت من أعباء، وهي النموذج الإمرأة المتكاملة في الصبر وفي التربية الصالحة وفي المحن وما إلى ذلك. بالتالي سيدنا اليوم هذا التكامل أو هذه الشخصية التكاملية تحتاج ممكن استلهام منها العبر والدروس. اليوم مجتمعنا ممكن يحتاج انعكاس هذه الشخصية وعلى نساء هذه أو هذه الأمة. فاليوم عندما تقول السيدة الزهراء ممكن بتعاملها مع الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، فبالتالي عندما تقول: يا أبا الحسن أني لا أستحي ممكن أن أكلفك ما لا تقدر عليه، فبالتالي اليوم هذا حس والإحساس بالزوج وغيره يبني الحياة العائلية بصورة أكبر. وكيف ممكن كذلك استلهام أكثر الأحاديث من سيرة الزهراء عليه السلام؟ أحسنت. الزهراء عليه السلام تقول: خير للمرأة ألا ترى يعني رجلا وألا يراها رجل. قد يؤخذ هذا أنه هل هي منعزلة مثلا كما إسفريف الحجاب ابنة فهر هو داء في الاجتماع وخيم كل شيء إلى التجدد ماض، فلماذا يقر هذا القديم؟ واقعا أن المرأة بجوهرها، المرأة بعلمها، المرأة بأخلاقها، المرأة بدينها، المرأة بتفاعلها الاجتماعي، المرأة مع غاية الاحترام للنساء الكريمات وعلى رأسهن الزهراء عليه السلام، المرأة ليست لعوبة وليست هي دعاية للنشر والإعلان، والمرأة لا تقدر إذا ما مع الأسف قدمت أعضاء جسمها لمن هب ودب ليطمع الذي في قلبه مرض. لا تدع ابنتك تقف بباب الدار، فكل ينبغي حفظ حرمة داره، كل غصن على الباب تدلى، أطمع العابرون على قطف ثماره. فالزهراء عليه السلام كانت هي النموذج في هذا، حتى أنه في يوم دخل عبد الله ابن أبي مكتوم وكان أعمى وهي في حجابها، وأمرت النسوة أن يحتجبنه، فقال: إنه أعمى لا يراه. قال: وأنتن ترون هذا المنظر. فإنه المرأة بحجابها تقدر وتحترم كالجوهرة الثمينة التي تكون في مكان محكم حتى لا تكون العوبة وتكون أضحوكة واستهزاء في أنظر الناس، وثم نظرة فابتسامة فلقاء فمصيبة، وتبتلى الناس الأخيار بهذا. المرأة دحها تكون طالبة، دحها تكون مدرسة، دحها تكون موظفة، كائن من يكون، لكن عليها أن تلتزم بخدرها وبحجابها، وأن لا تكون هناك خلوة غير شرعية، وعليها أن تحافظ على وتأخذ الزهراء عليه السلام قدوة
إذا كنا النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث باسم الشمس عار ولا التذكير مدح للهلال. قد تقول أنه هذه امرأة معصومة ونحن لا نصل إلى درجتها، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا، علينا أن نسير على هذه الخطى. اليوم الزهراء يفتخر بها الغربي والأجنبي المتفهم للأمور، لأنها هكذا خلقت المرأة، المرأة خلقت لتحترم. أحسنت. المرأة ريحانة وليست قهرمان. أحسنت. عندما نريد أن نطبق بعض الأمور فنعود بأن الدين معاملة. أحسنت. وهذا ما شاهدناه في معاملة الزهراء لعلي عليه السلام ومعاملة علي للزهراء عليه السلام، كيف ممكن أن يكون؟ أحسنت. الزهراء عليه السلام كانت إلى جنب أمير المؤمنين عليه السلام، ومسألة قد تثار فقهيا الآن، إذا واحد أراد أن يطلق زوجته نستجير بالله وقال ما الخبر، فيأتي إلى المرجع أو وكيل المرجع يقول لم تأتني بقدح ماء، لم تغسل لي البيت، لم تأتني بطعام، لم يقول هذا ليس واجب عليها. المرأة العقد عقد نكاح وليس عقد خدمة، إلا بشرط، والمؤمنون عند شروطهم إذا فرض عليها شرط الخدمة، ولذلك حتى أهل البيت يستخدمون خادم، والخادم قلنا للذكر وللأنثى. فأمير المؤمنين عليه السلام يقال أنه كان يكنس الدار وكان ربما ينقل عدس. الزهراء لم تقبل بهذا وتفعل هذا أمام أمير المؤمنين، وإنما قامت بالخدمة وبالواجب إلى أبعد حد. لكن عرفا الآن المجتمع عرفا يقول أن المرأة إذا جاءت إلى بيتها وزوجها صالح تهتم بشؤون البيت، وإن كان هذا ليس فرضا واجبا عليها. المرأة تصل إلى درجة أنه مهما قدمت من أشياء عظيمة فهي قليلة في عينها، كما والمتنبي رحمه الله، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. حتى في وصيتها لأمير المؤمنين عليه السلام قالت له اعذرني يا أبا الحسن، إن كنت قد قصرت معك، كنت خنتك، خذلتك، كذا إلى آخره. قال حاشا لله وإياك من التقصير يا فاطمة. فمعنى هذا هو التواضع مع النفس، التواضع، تواضع تكون كالنجم تزهو لناظر على طبقات الجو وهو رفيع، ولا تكون تعلو كالدخان لناظر على طبقات الأرض وهو وضيع. الإنسان كلما تواضع كلما كبر، ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو أني أعلم أن الله أدخل جميع الناس الجنة إلا واحدا لرجوت أن أكون أنا. هذا علي بن أبي طالب الذي قدم ما قدم خدمة للإسلام وللمسلمين، يتواضع إلهي ذنوبي بدت الطود الجبل العالي الشامخ، واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأرفعه. يعني واحد يقدم فشي، يقدم صلاة، يقدم صدقة وكلمة رائعة قبل قليل. الدين المعاملة، الدين ليس مجموعة صلاة فارغة جوفاء لا تنهى عن فحشاء ولا عن منكر ولا كثرة صلاة ولا كثرة صوم، لكن حسن الحديث وصدق الأمانة. هكذا الإنسان، الدين المعاملة، الدين المروءة، الدين الموقف السليم، الدين قضاء حاجة مسلم، الدين الكلمة الطيبة، الدين الرشد والنصح الصحيح، الأخلاق الحميدة، هكذا هو الدين. فيتواضع الزهراء هكذا هي في لحظاتها الأخيرة وفي وصاياها الكثيرة لأمير المؤمنين، وتأتي وتساعده حتى في مهنته. أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد دافعت في حب أحمد ورب وطاعة رب بالبلاد أو بالعباد رحيمي. هكذا الزهراء وقفت إلى جنب زوجها، ووقفت المرأة الغيور، المرأة النصوح، المرأة التي قدمت ما بوسعها. وهذا نأخذ منه عظة وعبرة لأخواتنا وأمهاتنا ونساء العالم، أن تقتدي بالزهراء عليها السلام في مسيرتها المتكاملة.
أحسنتم بكل تأكيد. عندما ذكرت سيرة الزهراء وكذلك ممكن إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلا هذا البيت الشعري. ممكن الآن بعض النساء عندما مثلا تأتي سيرة فاطمة الزهراء عليه السلام يقول لك أنا شنو اللي يوصلني إلى السيدة فاطمة ابن الممكن، وبالتالي ممكن يرى نفسه ممكن بعيد، لكن ممكن نذكر لأصحاب الإمام الحسين كانوا ناس ممكن عاديين فبلغوا مرحلة الكمال، وبالتالي اليوم هذه النظرة كيف من الممكن أضع لي حد معين كبير ممكن أصل إلى بعض من هذا الحد. كلام جميل. هذا الإنسان في طبيعته أنه يتعلم، كل يوم يتعلم، كل يوم هو صاحب عقل، كل يوم هو صاحب تجربة. ولذلك النظرية الأفلاطونية والأرسطوية، والأرسطوية هي أقرب. الأول يقول أن الإنسان تعلم كل شيء قبل أن يوجد ثم تذكر شيئا فشيئا، والنظرية الأخرى والتي هي قريبة إلى الإسلام لا، الإنسان عندما يخلق لم يعلم شيئا ثم يتعلم شيئا فشيئا. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وأن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، وأن صغير القوم والعلم عنده كبير إذا ردت إليه المسائل. هنا الإنسان شيئا فشيئا يتعلم. اليوم أنا ما أصل إلى المعصوم قطعا، معصوم ما أصل إليه، والمعصوم بالمناسبة الله سبحانه وتعالى لا جبره على ذلك ولا سلب منه القدرة، نعم، ولا أعطاه ما لم يعطي غيره في عالم التكوين. يعني إذا الله سبحانه وتعالى أنطى عقلا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عقلي فلا ميزة في ذلك. لا، عقول الناس جميعا بما فيها الأنبياء هي واحدة بدرجة واحدة، لكن هنا بجد واجتهاد شيئا فشيئا. إيه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. حتى أصل إلى المراد وإلى الهدف من السؤال، نحن نتعلم. أنا اليوم أسمع منك كلمة طيبة، أو أسمع منك فرد ومضة لطيفة، أو أسمع منك حكمة، أو أسمع منك كلام يعني سليم يدخل إلى القلب، أنا أخذ منه، أنا أتعلم منك وأنت تتعلم مني. فالزهراء لا نصل إلى درجتها، درجتها ما جاءت سدى، وإنما جاءت بجد وباجتهاد وهكذا. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تأويلها بذكاء ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. الإنسان شيئا فشيئا يتعلم. اليوم الزهراء معصومة، واليوم الله سبحانه وتعالى محاسبته إلى العالم ليس محاسبتك الجاهل، ولكن أكو هناك تقصير مقصر وأكو هناك قاصر، والفرق شتان ما بين الاثنين. فأنا أتعلم، تعلم من الزهراء، تعلم من أمير المؤمنين. يعني غاية هذا البرنامج ما هو؟ غاية البرنامج أن نعرف أن هناك إنسان مرت به هذه المصيبة التي مررنا بها، ولكن تجاوزها بالحكمة، بالصبر، بالإيمان. كلنا متعلمون على سبيل النجاة. أحسنتم. قد تكسر الأشياء. أحسنتم. قد أختلف معك. أحسنتم. قد تكسر اليد. أحسنتم. وقد تكسر السيد. القدم. وكسر اليد وكسر القدم لسبب أو لآخر ممكن أن يكون لها علاج، لكن لا تكسروا قلوب الناس. كسر قلب الزهراء كسر قلب الزهراء. وبالتالي كانت يعني آخر وصاياها لأمير المؤمنين سلام الله عليه بأن لا ينسى زيارتها، لا ينسى زيارة قبرها. وبالتالي سيكون هنالك أنس وتواصل. شكرا جزيلا لك سيد علي الجابري، كنت ضيفا حريزا لبرنامج الفرات داركم، ولمحور مهم جدا اجتماعي عقائدي. شكرا. إسلامي كالزهرة سلام الله عليها. هذا نهاية كلامنا. نعم، لأن حتى هاي الكلام هذا نهاية الكلام. تعليق بسيط من الكلام. الكلام اللي أنت قلتيه كلام جدا 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 لطيف. آخر ما قلت أنه كسر قلب الزهراء ولا يكسر قلب الزهراء. الزهراء روحي فداها عندما تحملت هذه المحن. الزهراء روحي فداها عندما صبرت صبرا جميلا. الزهراء روحي فداها فازت باعتبار أن أمير المؤمنين عليه السلام
خاض أكثر من 84 غزوة ما قال فزت قط، ولكن عندما سقط سيف الغدر والخيانة عليه قال فزت ورب الكعبة. الآن فازت الزهرة مع أنها أوهن لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة. علينا أن لا نعبر هذا، يعني أنا عندما أكون مواليا لأولياء الله، أكون أنا عندما مواليا أنا أحضر الولادات والأفراح، لكن في الأحزان اليوم إحنا عندنا حزن للزهرة، عندنا ألم، وإن شاء الله بعد ذلك راح تكون عندكم فقرة أخرى للإنشودة والرد. الآن الزهرة عندما نبكي عليها، لماذا نبكي عليها؟ لأن غصب حقها، كسر ظهرها، وحرقت دارها، وسقط جنينها، وهذا في كتب الفريق الأول قبل الفريق الثاني. وأدعوك إلى اثنين على عجالة وأستميحك العذر، ابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسياسة أحرق الدار، قالوا أن في الدار فاطمة، قال وإن، ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد، وهكذا. إذن أوهن لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة، والمرء يكرم بأبيه، فهلا أكرمت الزهراء عليه السلام؟ الزهراء نموذج الامرأة المتكامل، والزهراء كما يقول الإمام الصادق روحي فداه، يقول كلنا حجج الله على خلقه، ولكن جدتنا الزهراء هي حجة الله علينا. أحسنتم. فعلينا أن نقتدي بها، والله لا يحرمنا من زيارتها في الدنيا ومن شفاعتها. أحسنتم. شكرا جزيلا سماحة السيد، نورتنا في برنامج الأضافة في ميزان حسناتكم. إذن أعزائي المشاهدين فاصل، متواصلين معكم. إذن حياكم الله مرة أخرى، وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها. إذن نرحب بضيفنا السيد نور الجابري، حياكم الله وعظم الله لنا ولكم الأجر. عظم الله أجرنا وأجركم. حياكم الله، عظم الله لنا ولكم الأجر. أكيد منورينا في برنامج فرع داركم، ممكن شنو محضر لنا اليوم نسمع؟ أعظم الله أجرنا وأجركم باستشهاد سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، ونسأل من الله أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، ويعجل لوليه الفرج، ويقضي حوائجنا، ويشافي مرضانا ببركة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. في هذا اليوم الحزين على قلوب شيعة أمير المؤمنين، حينما وقف أمير المؤمنين أخير ما تكلمت به الأخت العزيزة، قال تعهد قبري بزيارة وقراءة القرآن، بزيارتك وقراءة القرآن، لا تنساني بعد مماتي. حتى ذهب أمير المؤمنين إليها بعدما دفنها ونادى مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب، فلم يرد جوابي. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب، نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. يبكي أمير المؤمنين وينادي أنا هزني الشوق يم قبر الزكية، يا عليها تلوعت هاي المسية، أسلم لجن ما ردت علي يا الحبيب الغالي حدر الوطية، وإذا هومت عيناه في النوم ورأى فاطمة تقول يا علي ارجع إلى الدار، فإن زينب قد استيقظت.
حدر على القبور يقرب عبرته أم الكتاب على القبور أومت عينه وغفت عينه على الترايب بنوم تشاهد الزهرة تصرخ بهمه وعذاب يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي ارجع الزينب ترى قاعده بعتبه الباب وعاد اليها وجدها تبكي وتنادي امه يا فاطمه يا زهره وكان لسان الحال يقول راحت أمي وقلبي مفجوع شيعوها بليالي الدموع يعينا الله الفارق أمي يعينا فارق امه ترسل بيتي بمحنتها ودلالي راحت امي ومن بعدها البيت خالي ساهرت تعبت علي والليالي كسر ظهري فراقها وهذا انا حالي جن علي الباب مطبوع شيعوها بليل الدموع يعينا الله الفارق اللي يفقد الغالي يظل مشلوع قلبه شلون بيل يفقد لأم يا ناس صعبة عمري 5 سنين أشوف الدنيا غربة بدواياي الزمن واعلنت حربه فارقتني بضلع مكسور شيعوها بليل الدموع يعينا الله الفارق امه انا زينب والحزين خيم علي فاطمه امي الخير راحت من داي صار يلشمني النفس كل مغربيه نامت بحضن القبور شيردها لي للحبيبة واللي مسموع شيعوها بليل الدموع يعينا الله الفارق امه. احسنتم طيب الله انفاسك في ميزان حسناتك ان شاء الله. يعني حقيقه ان شاء الله مثل احياء هذه المناسبات او هذا الاستشهاد اكيد الى اثر بالمجتمع وان شاء الله نتمنى نكون من ذاكرين محمد وال محمد. شكرا جزيلا لك يعني حقيقه ما اعرف الكلمات ممكن اكيد الكلمات تجز عن ذكر ما ذكر اليوم من ابيات شعريه وبالتالي هذا اليوم احنا اليوم نقول انه فعلا انه اكو صعوبه بفقد الام ان كانت على علي بن ابي طالب سلام الله عليه او على السيده زينب سلام الله عليها. شكرا جزيلا. اتوقع انه عندك بعد
نسمع. حاضر. نعم. نعم احنا نشكر الجمهور الآن، والختام راح يكون أكيد مع سيد نور. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. صبور شيع صبور، ودفن روح بقبور عند عاشور، وقلبه مكسور علي حامل حمى، علي حامل حمى قالعي الباب يمشي محني، وهاي ما معقولة هاي سلمان، هاي ابو دار اش عجب تشوله، جنة فاقد له ضليع من ضلوعه، شبي وين والون مسموعه، علي يمكن مو قليل مصابه، هاي اول مره تجري دموعه، المصيبه باطنه بجت حتى السماء، يبكي معذور قلبه مكسور، قلبه مكسور، بس ما يار بس ما يار على عيني يمر النوم، بسمار بسمار شهد ما شفت من دنياي، بسمار 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 عليلة والضلع مصيوب، بسمار عاليج واجرع بكاس المنية. أحسنت أحسنت.